مشاهدينا دعونا نتعرف الآن على أداء أسواق الأسهم العربية، والبداية مع سوق الأسهم السعودية. مؤشر تاسي في هذه الأثناء ارتفاع بأكثر من 1%، المؤشر عند 12040 نقطة. بالانتقال إلى بورصة الكويت، أغلقت على ارتفاع ب 2.13%، المؤشر عند 6269 نقطة. أما بالانتقال إلى بورصة قطر، أيضا أغلقت على ارتفاع قرابة 16%، والمؤشر عند 10512 نقطة. في البحرين كان المؤشر على تراجع طفيف ب 10%، والمؤشر تقريبا عند 2000 نقطة. بالنسبة لسلطنة عمان، مؤشر بورصة مسقط على ارتفاع ب 10%، والمؤشر عند 4686 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر اي جي اكس 30 للبورصة المصرية، متراجع في هذه الأثناء ب 3.25%، والمؤشر عند 30792 نقطة.